اسره غاي؟ اه انتوا كم نفر قاعدين هذا البيت؟ خمسه. هذا ظل كان اجار ملوك؟ اجار. زين شنو الاجار بالشهر؟ 150. كم غرفه بهذا؟ غرفتين. انتوا كم نفر قلتي خمسه؟ خمسه. كم ولد كم بنيه؟ زين ولد وبنيه واحده وانا وزوجي. راتب راعي عندك؟ لا ما طلع لها هسه ذابين ماكو. قدمتوا؟ قدمنا اي بس ماكو، بس من زمان مقدمين احنا. انت من العالم متعافي؟ ايه. زوجي شو يشتغل زوجك؟ في المجال. المصيح هذول اللي يقعدون على شارع ابو سخيف. زين شو محتاج؟ اتبع شبت حالتنا. يعني شبت غرفه وغرفه واحده وغرفه غرفه لسه غرفتين. انت بيت شنو ايش محتاج؟ محتاج هواي غراب. مثل؟ هواي. يعني شنو الخالق؟ ايش بيت محتاج؟ كيفكم انت بعد شفتوا؟ عندك شد الثلاجه؟ لا هاي ببالك الثلاجه شوفها. شوفها شوفها. شالت منها وحطتنا وهذا مطبخك؟ وهذا المطبخ. اوه. ايش اشتغل؟ عشان فيها اجارتنا وصرفنا. كم عندك تشتغل؟ كنا 4 ايام. انت زين بالدراسه مستمرات؟ لا والله بطلناهم، شاحنا 100 متر بطلناهم. هاي وهاي وهاي. تعال شوف الفرع. والبيت ايجار. هاي سقف وشو سقف؟ هوا ان شاء الله خير. شوف حالتك والله.